أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايب قلبي. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك كتير كتير للفيديو. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا جدا. قبل اي حاجه، زي ما احنا متعودين كلنا كده حبايب قلبي راموس، زي ما انتم متعودين كلكم كده جميعا، ان انتم اول حاجه نبدا بيها الصلاه على النبي كده في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام، ودعوه لماما سعيده بالرحمه والمغفره. طبعا ما ننساش ماما سعيده ابدا ابدا ابدا، لانها ما تتنساش طبعا، انتوا عارفين ماما سعيده ما تتنساش، وذكرياتها الحلوه ما تتنساش. وطبعا يا حبايب قلبي ده كان روتين خفيف لذيذ كده. طبعا معلش على التأخير، الفيديوهات هيحققوا عليا جميعا، فطبعا ما علينا. يعني احنا بنغيب بنغيب، وطبعا ما بننساكوش بننزل لكم. وطبعا يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده روتين في الشارع وفي السلم، طبعا ده يعني روتين خفيف كده. انا على طول عملت لكم الروتين في الصالة وروتين في الأوضة وكده، فحبيت اغير. طبعا بقى طبعا اللي بيقول لي من التحديات والكلام ده، حاضر لما ان شاء الله يبقى عندي ناس كده ونتجمع هبقى اعمل لكم تحدي ان شاء الله. طبعا بقى يا جماعة ما تنسوش برضو تدعوا لي كده، وربنا يوفقني في حياتي يا رب. وما تنسوش برضو تباركولي عشان انا نجحت ومن اولى للصف الثالث الاعدادي. باركولي يا جماعة بقى، والله بعد التعب يا جماعة باركولي بقى كده. طبعا كلكم كنتوا بتدعوا لي ربنا ينجحني، ودلوقتي بقى دعوا لي ربنا يوفقني بقى في تالتة اعدادي. انا مش عارفة والله، انا خايفة قوي من تالتة اعدادي، عشان تالتة اعدادي قاعدين يقولوا صعبة وصعبة، فمش عارفة. اهم حاجة انتوا بس تدعوا لي. فطبعا يا حبايب قلبي شايفين بقى مين الاول فيديو ده اللي كان بيسلم عليكم ده؟ محمد جرن، يعني ده جرن كده. جرن، هو جرن، ايوه يا جماعه جرن. وانا كنت قده على فكره يا جماعه، وهو كان صغير لسه خالص، وجد ما كنا بنلعب في الشارع. فالعيال بتكبر والله يا جماعه، فوالله يعني احنا عارفينه من صغره، واخته برضو كانت موجوده ومامته كده، بس نقلوا من مكان يعني. فطبعا اجا بقى قال لي مساء ماما واختي بيتفرجوا عليكي. طبعا والله انا كنت بحب اخته جدا جدا، وبحب مامته جدا جدا برده، مامته كانت صاحبة مامتي. وبرده طبعا يا حبيب قلبي انا عارفاه من زمان وكده، فبيقول لي اختي ومامتي بتتابعك، فانا عاوز اظهر معاك عشان اسلم عليهم. فقلت له يا حبيب قلبي ما تظهرش بس بالفيديو، انت تظهر على الشاشه مش القناه بس. فطبعا كان واقف كده بيسليني طول ما انا قاعده كنت في الشارع، وكان قاعد يقول لي اعملي تحدي كذا واعملي تحدي كذا واعملي كذا واعملي كذا. فطبعا ان شاء الله احنا خدنا حبه افكار من الحاج محمد، فهنبقى نعمل لكم ان شاء الله اللي هو قال عليه عشان ما يزعلش طبعا. ف ابتديت اول حاجه بيها كده زي ما انتم شايفين، ابتديت بالشارع. هو المفروض كان السلم الاول يا جماعه، هقول لكم حاجه عشان ايه، عشان يعني المعلومه يعني تقول انت كنيسه الشارع الاول ازاي وفاهمين كده. بصوا يا جماعه، انا لبست وجهزت، يعني انا ما كنتش عاوزه اقوم لان كنت تعبانه ساعتها، فلبست وجهزت، كانت الكهرباء هتقطع، فانا لبست وجهزت بقى. الكهرباء بتقطع الساعه 5 وبتيجي الساعه 7، فانا لبست وجهزت
الساعة 4:30. عبال بقى ما جهزت الستاند وجهزت التصوير وعملت كل حاجة، الساعة كانت جت 5 والكهرباء كانت قطعت. فلما الكهرباء بتيجي بتكون الحتة خلاص ضلمت، يعني بتكون الساعة 7، يعني بتكون الحتة خلاص ضلمت. ف كنست ايه الشارع الأول عشان الإضاءة، عشان لما جه كنس الشارع الحتة تبقاش ضلمة وكده، وكنس الشارع الأول، بعدين كنس السلم، لأن السلم فيه يعني فيه اللندة والحاجات منورة يعني في السلم وكده، فأكيد هعرف أصور. لكن لما الحتة تضلم في الشارع بقى، ما فيش لوت في الشارع وكده غير لندة واحدة، والإضاءة هتكون مش حلوة يعني مش أحسن حاجة، فالإضاءة مش هتكون كويسة. فكنست الشارع الأول عشان الحتة ما تضلمش، وقمت كنسل السلم، وبعدين كنس يعني الحبة اللي نازلين من السلم وحطيتهم في الكيس. طبعا ما تخافوش يا جماعة، انا عملت كده بس عشان مصلحتكم، عشان الإضاءة، عشان انتوا بتحبوا التصوير اللي الإضاءة تكون حلوة فيه. طبعا كانت الكهرباء جت بقى وكانت الحتة ضلمت شوية كده، بس يلا ما علينا، يعني أهم حاجة يكون شايفين حلو يعني، ويكون الإضاءة عاجباكوا. فابتديت من السلم من فوق كده، انا كنت اصلا كان في السلم ده تاني يوم، بس بقى انتوا عارفين يا جماعه بحط اكل للقطط وكده، فالقطط بقى بتبهدل الدنيا. وغير كده كمان ان انا كنت حاطه علبه هدايا على السلم، وفيها كان فيها فيلين اللي هو الصغير ده اللي بيكون جاي مع الهدايا، والقطط يا جماعه ما سابوهوش في حاله، ربنا يخليهم يا رب، القطط ما سابوهوش في حاله. يعني في قطه عندنا كده، قطه وعيالها صغننين خالص، فبهتم بيهم انا وبجيب لهم ميه وبديلهم اكل وكده. فما خلاص اتعودوا على بيتنا، ما عادوش راضيين يعني من الشقه اللي فوق دي، ما عادوش خلاص قدامها ليل ونهار، عارفين مكانهم خلاص. فكنت حاطه العلبه دي بقى وفيها الفيلم بتاع الهدايا وكده، وكنت حاطاه يعني على السلم. التاني يوم لسه بفتح باب الشقه اللي هو اللي تحت بقى، لقيت الفيلم يعني نازل لحد باب الشقه اللي تحت. المهم طلعت على السلم، فضلت ازعق لهم واقول لهم ليه كده، هم مش فاهميني بس انا بزعق لهم بقى عشان ما يعملوش كده تاني. فالمهم انا ما كنتش برده مهنش عليا ان انا امشيهم برده، قلت خلاص يا ستي هكنسهم بكره واعمل فيديو بكره. فلقيتهم برده هم بيلعبوا كده، فقاموا كاتبين الفيلين ده كرتونة الهدايا على السلم. طبعا الفيلين ده بقى غرق الدنيا، ما علينا يعني، اي حاجه فدا القطط طبعا، عشان انتوا عارفين ان انا بحب القطط، فاي حاجه فدا القطط مش مشكله يعني، غيرها في غيرها، غيرها في غيرها، ما علينا يا جماعة، خيرها في غيرها، مبتقولوش يا جماعة الكلام. فطبعا شجعوني كده وقولوا لي نزلي يا رموسة، طبعا هنزل لكم فيديو مفاجأة كبيرة كبيرة. طبعا انا مش هو مش فيديو كبير وحاجة، يعني هي حاجة احلى من 100 فيديو كنت منزلاه، وحاجة هتبسطكم اوي، كنتوا بطلبونها مني، وانا كنت قايلها لكم الفيديو اللي فات وقلت لكم شجعوني عليه، فقلت لي حلو يا راموسة وخد الخطوة كده، فهوريه لكم يا جماعة. فهو لسه ما خدش الخطوة بتاعة الفيديو ده، بس انا ان شاء الله جربته وعجبني جدا، فان شاء الله ممكن ان شاء الله يعني كده، مش هقول لكم عشان ما تعرفوش يعني. فان شاء الله كده يوم او يومين وهتلاقوني منزله لكم الفيديو اللي هو المفاجأة اللي هقوله لكم ده، بس اهم حاجة اتحمسوا للمفاجأة كده، ولو الفيديو ده جاب حلو هنزل لكم المفاجأة بس كده. فطبعا انا متاكده ان الفيديو التاني اللي هنزلكم المفاجاه ده هيعجبكم جدا، لانه عجبني جدا جدا جدا. فطبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه الحته كانت حر بقى، وكنت عرقانه جدا، وكان بقى ايه بقى الحته كانت حر زي ما انتم شايفين، والتراب كان جاي على وشي وحاجه يعني في منتهى، استغفر الله يعني. فما علينا يعني، برضو كله يهون لاجلكم. فطبعا كده بقى كنت قاعدة يعني فقدت الشغف خلاص ان انا اكمل، قلت لا اكمل تاني يوم، قلت لا كده يوم ايه، انا لو قعدت تاني يوم ما عدتش هنزل اصلا، ولا قعدت اصور ولا قعدت هكنس حاجة. فقلت لا خلينا كده تشجيعا كده خلاص، عشان الحاجة بسيطة فتشجعي يا رموس. فطبعا انا والله بكنس يا جماعة على طول، لما على طول بكنس الشقة اللي تحت، فبجيب السلم من اوله لاخره، لكن زي ما انتوا شايفين بقى الفيلمين مغرقوا. ف يلا الحمد لله. فزي ما انتوا شايفين بقى يا جماعه بسرع لكم فيديو وفيديوهات، وبقصر لكم فيديوهات لان الفيديو اصلا قصير، انا كنت بعمل بسرعه اصلا اساسا، بعد عن الفيديو انا كنت بعمل بسرعه، والفيديو اصلا ما فيهوش حاجه. فطبعا الحته بقى كده كده بدات ان هي خلاص ضلمت خالص، فطبعا ما كانش بقى الا نور
اللي قدام السلم، كان معلش بقى على الإضاءة. فأنا عشان يا جماعة والله كنت يا خلاص يعني، أنا صاحية من النوم متأخر عشان كنت تعبانة وكده، كنت الساعة 3 أو 4 ساعتها يعني اليوم ده. فعبل ما شربت حاجة بقى ولبست وجهزت كده عشان كنت تعبانة أصلا، فعبل ما لبست وجهزت بقى كانت خلاص الكهرباء قطعت، فكانت الإضاءة مش أحسن حاجة، فمعلش بقى يا جماعة على الإضاءة. فكده بقى نكون خلصنا بقى الفيديو كله، فكده خلاص كده الدورتين كامل. هو ايه رأيكم يا ولاد؟ ده السلم، وصورت لكم طبعا الشارع ده الطوب يا جماعة، فاهمين؟ شايفين بقى في الفيديو الآخر شوفوا كان شكله عامل ازاي، شايفين التراب اللي على الايد، وشايفين شكله كان عامل ازاي. وكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله، باي.